جينا اليوم في إطار أننا نقوم بواحد الوقفة احتجاجية على قرارات الجاحفة والظالمة التي تقوم بها الوزارة بالطريقة العشوائية التي تدبر بها ملف الإطار ديال المتصرفات والمتصرفين التربويين، لأنه في كل المخرجات إلا وتقوم الوزارة بإحداث ضحايا جدد. حنا اليوم جينا كنعبروا على السخط ديالنا والامتعاض ديالنا من هذه القرارات. منها اولا بدات النوبه الاولى بسنه تكوينيه وتعيين وطني 82، كنا كنعمروا 82 مديريه، من بعد ولات جهويه ومورا هذه الجهويه ولات سنتين سنه تكوين ديال التكوين اللي على اثرها تعرض مجموعة من الخريجين بواحد تراجع خطير في المكتسبات ديالهم. أنه كان الهدف من الإطار أنهم الارتقاء الاجتماعي، فإذا بهم يجدون أنفسهم ضحايا ديال قرارات عبثية. من جهة أخرى عندنا دابا ضحايا ديال المتدربين الجدد الذين باعتماد هذا طريقة جديدة وهذه المنهجية الجديدة باعتماد المادة 5، فإنك تخلق ضحايا جدد في سواء في الترقية سواء في المسار المهني ديالهم، وبالتالي يعني كتكون المخرجات تصب في جهة والجودة بعيدة كل البعد على هذا النتائج المنتظرة اللي كنا كنتخاو من مسار ديال الاطار التربوي ديال المتصرف التربوي. للاسف انتم كتشوفوا انه الاعداد ولات اعداد كثيره ديال المتضررات والمتضررين. كنا كنتمنوا انه يكون واحد الانصاف لنا وللزملاء الاسناديين بحكم باعتماد مسارين للارتقاء، الا اننا نفاجئ اننا نتعرض لهذا الحيف وهذا الاقصاء الممنهج بطريقة غير مفهومة. نتمنى من الوزارة أنها تراجع الموقف ديالها وتقوم بما هو منصف للجميع. احنا اليوم هنا جينا في إطار التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين، جينا أمام الوزارة من أجل إسماع صوتنا. احنا بغينا نسمعوا الصوت ديالنا الوزارة ديالنا الوصية. واليوم كيصادف اجتماع ديال اللجنة التقنية لصياغة النظام الأساسي. هذا النظام الأساسي اللي يعني احنا ما مشاركينش فيه ولو بصفة، يعني ما عيطوش على الصفة ديالنا باش نصيغوه. النقابات اللي كاينين أولا اللجنة اللي كاينة ما كتدافعش علينا، ما كتهضرش علينا، يعني أنا هضر باللغة العامية ديالنا. احنا عندنا مجموعة من المطالب ديالنا مشروعة وهي اللي جات في المخرجات ديال هذا الإطار. هذا الإطار دارته الوزارة من أجل إصلاح بيداغوجي، ولكن كنتفاجئوا أنه ولا يعني كيتعطى بواحد الطريقة اللي هي قانونية وفي إطار المادة، يعني إطار المقرر ديالنا. حنا كنطالبوا الوزارة أنها تحسنوا لنا أو لا تحافظ لنا على هذه المخرجات أو هذه المدخلات. ومن بين الحلول اللي دارت الوزارة باش تحل واحد المشكل ديال الفئة ديال المكلفون ديال الوزارة، أنها خرجت واحد المادة، مادة 5، اللي إلا طبقات وحنا كنطالبوا من هذا المنبر أنها تراجع على هذه المادة هذه وما تنفذش، لأن ملي غتطبق غادي يخرجوا ضحايا جدد. هاد الضحايا هادو شنو الذنب ديالهم؟ حنا كمتصرفين تربويين درنا مباراة، استوفينا مجزوءات، درنا بحوث تدخلية من أجل مكتسبات معينة. فاش كنتخرجوا كنلقاو هاد المكتسبات ما كيناش، ما بقاتش عندنا هاد المكتسبات، لأن الوزارة هي
هي اللي بغات تخلق هذا المشكل هذا، هو انه المتصرف التربوي ولا عندنا غير بالسميه، يعني المخرجات ديالو ما لحد الساعه مازال المكسب الوحيد اللي كان ديال الترقيه الاوريشيل اللي استفدوا منهم الاخوان ديالنا الفئات اللي قبل منا، ودابا وقفوا هذا المكسب هذا من اجل ارضاء واحد الفئه اللي هما حتى هما الاخوان ديالنا ديال الاداره التربويه، وكنحترموهم وعندهم الحق يطالبوا بحلول، ولكن هذا ليس حل، يطالبوا بمكاسب ولكن هذا ليس حل، انهم يستافدوا من اطار المتصرف التربوي بدون مباراه وبدون مجزوءات راه ليس حل. حنا الى هاد الاخوان ديالنا استوفوا المجزوءات وداروا مباراه بحال المدخلات ديال هاد المتصرف التربوي مرحبا بهم، حنا لسنا ضدهم، لان في الساحه دابا كاين واحد العداوه اللي هي تدارت ماشي منا حنايا ولا منهم، داتها الوزاره الوصيه، انه كاينه واحد العداوه بين الناس ديال اسناد والناس ديال مسلك، وحنا ما بغيناش هذه العداوه، حنا كنا زملاء، كنا كنسعاو الى اصلاح المنظومه ديال التربيه ديال المنظومه التربيه والتعليم. اذا من هذا المنبر كنطالبوا بالحركيه بين الاسلاك، كنطالبوا بالتعويض عن الاطار والمكتسبات كلها ديال الاطار تعطى لنا وبدون قيد او شرط.